محسن الشديد يسأل يقول: صبية توفي أبوها، متى تسلم حقها في الميراث إن ترك لها؟ هل يبقى عند أب الأب أم تسلم لقريب من أمها لا يثق به أم تودع في المحكمة؟ لما يعني يفترض أن القائم على المال هو الأحرص عليه والأنفع والأقدر على تثميره تثميرا ينتفع به اليتيم، لكن في بعض الدول يودعونه في الجهاز الحاسبي والعائد من وراء الجهاز الحاسبي يكون ربا. فالأفضل أن إذا استطعت أن يكون المال مع شخص أمين فليكن مع شخص أمين من عصبتها يثمره لها تثميرا حسنا.